في الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية المزمع إجراؤها السبت المقبل، قام بعض المترشحين للمحليات القادمة بطريقة جديدة للتسويق لبرنامجهم الانتخابي من خلال التنقل إلى الميدان ولقاء المواطنين وشرح أسباب ترشحهم. درنا خرجات، عدة خرجات ميدانية مع المواطنين، وكما راك تشوف هكذا الحضور، الحمد لله الناس هم يستقبلوا فينا. احنا مترشحين، انا نقدموا في الناس هذو باش غدوه نهار 27 ان شاء الله يتقدموا للمكاتب ويساندونا. كنا نديروا تجمعات في القاعات، اليوم خرجنا تجمعات للشعب البرا في الاحياء وفي الاسواق وكذا، نعرفوهم بالبرنامج تاعنا. الخروج تاعنا للميدان هنايا في وسط الجماهير هذه اللي رحبت بينا، يكثر خيرهم بارك الله فيهم. كان لنا الحافز الكبير انه استقبلونا ورحبوا بالبرنامج اللي طرحناه عليهم. احنا جينا للميدان هنايا باش نقدموا البرنامج تاعنا للمواطن ونشرحوا له وشنو هما المشاريع اللي راح نديروها في المستقبل. عدد من المواطنين الذين تواصلوا مع المترشحين وبشكل مباشر حضروا التجمعات في الهواء الطلق واقتنعوا بالبرامج المقدمة، طالبين منهم الوفاء بوعدهم عقب فوزهم. لازم يخرجوا من القاعات، بس لا كان مريح في القاعة ما راح يدير والو، لازم يبريزونتي يروحوا للناس والشباب باش يعرفوا شو صار. سي نورمال كي يخرجوا هكذا للميدان ويعطونا آراءهم وكيما يقول لك ويوروا لنا البروجي تاعهم واش راح يديروا، صافي بليزير خويا. نتمنوا يكونوا ناس اللي يكونوا قد المسؤولية وناس اللي يكونوا يخافوا ربي في الشعب هذا، والناس اللي يفتحوا أبوابهم كما راهم الآن يجولوا في الأحياء ويروحوا عند الناس والناس تحتضنهم كما لازم. ومن الواجب علينا أنه في العهدة إن شاء الله في الديماراج تاع العهدة المقبلة راح يكون نفس الشيء، ويكملوا يستقبلوهم ويكملوا يتعاونوا معهم للنهوض بالبلدية في جميع المجالات إن شاء الله. رغم الفطور الذي شهدته الحملة الانتخابية على غرار الاستحقاقات السابقة، إلا أن بعض المترشحين يسعون إلى اكتساح الميدان واستمالة أصوات الناخبين.